السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم وفيديو جديد. هنعمل مع بعضينا اسرع كارتشيان او جاكيت ممكن تعمليه في الساعة دي ويبقى شكله شيك ويبقى حلو قوي وتنفع انك تروحي بيه، بالذات بنات الجامعة بيعشقوه جدا. سهل جدا، بيخلص في ثواني، تقريبا هم يومين او ثلاث ايام بكتير قوي يكوني مخلصاه. وعايزه اقول لكم بقى انه روعه. اولا هو فري سايز، بيلبس تقريبا لغايه 100 كيلو وممكن اكتر كمان. تقدري انك تزودي وتصغري فيه زي ما انت عايزه، بس انا بفضل ان يتعمل بالمقاسات اللي هقول لك عليها بالظبط بحيث ان هو يطلع مظبوط. المقاسات دي تقريبا اللي طولهم 170 سنتي. دوت بيبقى حلو جدا جدا ليهم ان هو بيعدي الهنش كده بشبر مثلا محترم كده وبيكون مريح معي. كالعاده احسن خيوط انا بحب جدا ان انا استخدمها هي خيوط الهيمالايا افري داي، وكمان الهيمالايا افري داي بيبي لوكس. الاثنين تحفه جدا، تقدرين تستخدمي اي حاجه فيهم. الفرق ما بين الاثنين ان الهيمالايا افري داي ما بيكونش فيها اللمعه اللي موجوده في البيبي لوكس. البيبي لوكس بيبقى فيه كده لمعه حلوه قوي، فممكن تستخدمي دوت وممكن كمان تستخدمي التاني. طبعا انت لو جيتي هنا هوت كده هوت، الناس اللي بتبقى محتاره شويه تقدر انها تستخدم ابره ايه. هقولك على طريقه حلوه قوي ممكن تستخدمي بيها الابره بتاعتك وتعرفي كل خيط بينفع معاه ابره ايه. لو تلاحظي هنا كده هوت ان مكتوب عندك علشان خاطر المقاس يبقى ميديم، عندك مقاس الابره رقم 4. معاكي لغايه مقاسين زياده فوق الرقم اللي بيبقى مكتوب على الورقه بتاعتك يمشي مع الخيط، يعني مقاس 4 يمشي، هيطلع الشغل تحفه جدا. ده انا اصلا اشتغلت بيه لان انا كنت حابه ان الشغل بتاعي ما يبقاش فلافي قوي، بما ان بقى شتا وانتوا عارفين الشتا اصلا السنه دي هيبقى جاي عامل ازاي. فاستخدمت رقم 4. ممكن تستخدمي 4، تستخدمي 5، تستخدمي 6، وممكن كمان بقى الناس بتحب تستخدم 5.5، 6.5، 4.5، اي رقم من دول شغال معاكي لغايه رقم 6 تقدري انك تشتغلي بيه. طيب انا هحتاج قد ايه في الكارديشن بتاعي؟ انا هحتاج 6 بكرات كاملين، مش هيبقى منهم غير حته صغيره جدا اللي اتبقت. علشان زي ما قلت لكم انا عاملاه فري سايز، وفي نفس الوقت ينفع كمان ان هو يتقال عليه اوفر سايز، فانا حبيت ان انا استخدم ال 6 بكرات بتوعي كاملين بحيث ان هو يبقى مريح معي. شفت فيديوهات كتير قوي ناس كتير قوي عملته، كان للاسف بيطلع يقولك ده ضيق شويه ناحيه الهنش، ما بعرفش اتحرك فيه قوي، مش عارف ايه. فانا حبيت ان انا اعمله بمقاسات ان هو يطلع معايا اوفر سايز ويبقى في نفس الوقت تحفه جدا. تمام كده. هنحتاج زي ما قلت لكم ابره رقم 4، انا استخدمت الابره رقم 4. طبعا هنحتاج الاصافه وهنحتاج المزوره بتاعتنا. انا عامه خدت المقاسات كلها فالدنيا تمام، ما تقلقوش خالص. انا خلصت اوريدي، طبعا انتوا شفتوا الصور بتاعته، هحط لكم تاني فيديو كده حلو في اخر التوتوريال بتاعتنا. بس هعمل بقى معاكم حاجه كده هتبقى صغيره، مقاس صغير اقدر ان انا اعمل لكم بيها يبقى سهل شويه ويخلص معايا بسرعه في فيديو واحد، ما يبقاش فيديو طويل. انتوا عارفين انا ما بحبش الفيديوهات الطويله دي خالص. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ كالعاده انا هستخدم الدايره السحريه. الدايره السحريه انا بحبها لانها بتطلع معايا الشغل مظبوط. طبعا انتوا عارفين المربع الجراني هو شغلنا كله مربع جراني، انتوا متخيلين حته واحده تعمل احلى كارتيشن في التاريخ. فتعالوا بقى بسرعه نعمل الدايره السحريه بتاعتنا بالطريقه دي. بعد كده هاخد غرزه واحده بس، وبعد كده هوت هقوم داخله كده لتحت، اخد خيط طاير الاثنين مع بعض، بعد كده اخش في النص في نفس الفتله بتاعتي اللي من ورا دي واقوم طالعه كده بيها وطاير الاثنين مع بعض، واخش مره كمان في الدايره اللي من ورا دي بس واقوم طالعه ومطيرها كمان. دي طريقه جديده انا اتعلمتها في بدايه الغرزه بتاعتي، احسن ما اعمل 3 سناسل وتبقى باينه قوي في الشغل وتبقى شكلها مش لذيذ. دي بتبقى عامله زي ما تكون عمود بالظبط معمول، ما بيكونش باينه زي ال3 سناسل. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل المربع الجراني العادي خالص 3 عواميد. طبعا انا عملت اول واحد، هعمل الثاني وادي الثالث، وبعد كده سلسلتين، وهنعمل 3
عمويت تلات سناسل تلات عمويت سنسلتين اهو واحد اتنين تلاتة ناقص كده واحدة كمان تلات عمويت وبعد كده سنسلتين. هنعمل ايه؟ هشد كده شوية من تحت الفتلة بتاعتي اللي من تحت دي عشان اقفل الدايرة بتاعتي واخش في العمود الاولاني اللي احنا عملناه دوت خالص ونقفل بغرزة منزلقة عادية. اصبح بقى معايا دلوقتي اربع جوانب اهم اللي هم بداية اي عمود جراني اي مربع جراني خالص احنا بنعمله. هبتدي اخد منزلقة في التلات عمويد دول اعديهم كلهم بعد كده اخش كمان هنا هوت في النص. انا ما بحبش اشتغل واقلب الشغل واشتغل واقلب الشغل ما بيبقاش شكله حلو خالص في الكارديشن بتاعنا او في الجاكيت بتاعنا. فانا هبتدي اعمل ايه؟ هاخد سلسله واحده وزي ما بدينا البدايه بتاعتنا من هنا هتبقى تقريبا كل بدايه معانا علشان خاطر ما يبقاش باين البدايه في شغلك، يعني حاول على قد ما تقدر انك ما تبينيش البدايه. فهنعمل ايه؟ هخش جوه واسحب اتنين مع بعض وبعد كده اخش في النص اللي من ورا او العمود بتاعنا اللي احنا طلعنا فيه ده من ورا وهقوم واخدها كده بقوم معايا اتنين اطيرهم مع بعض وبعد كده اخش في النص اللي من ورا واقوم مطيرهم مع بعض. اصبح ان انا كده عملت اول عمود. حاسه انك تايهه اطلعي تلات سناسل عادي خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل الجوانب بتاعتنا تلات عمويت سنسلتين تلات عمويت الطريقة دي بعد كده نعمل سلسلة واحدة وهنخش في الفراغ اللي عليه الدور او الجانب اللي عليه الدور عبارة عن تلات سناسل تلات عمويت اسفة سلسلتين تلات عمويت طبعا مربع يعني اربع جوانب. دول الجوانب بتاعتنا الاساسيين الثابتين معانا لغاية اخر سطر هنعمله معانا في الجاكيت بتاعنا اهو. ما بين كل جانب وجانب هناخد سلسله واحده. حاسه ان الخيط مشدود او الغرزه بتاعتك مشدوده خلي ما بين كل جانب وجانب سلسلتين من السلسله واحده، يعني على حسب الخيط بتاعك وعلى حسب الابره اللي انت بتستخدميها. اهي انا شايفاها انها مظبوطه بس هكمل برضو هشوف ان السطر اصلا ما بيبانش غير لما بيتقفل. عامه سلسلتين تلات عمويد سنسل ونقوم قافلين في اول عمود احنا عملناه اهو. بصوا بقى عملت ازاي معايا. هنعمل ايه؟ هخش بعد كده اخدها كده منزلقه 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 لغايه لما اوصل في النص وناخد منزلقه وبعد كده اعمل اول جانب معايا من الاربعه. انا بفضل دايما البدايه بتاعتي تبقى بالطريقه دي بتبقى احسن. طبعا بصوا هيبتدي تلم شويه معايا فانا هخلي من النص هنا هوت اهي. انا كده كده السطر الجاي هيدي معايا بروح حلو، يعني ان هو بدايه التوسيع بتاعتنا. تمام هنعمل ايه؟ تلات عمويد سلسلتين تلات عمويد زي ما قلت لكم دي حاجه اساسيه خالص معايا في اي مربع جراني وهسيب لكم الفيديو اللي انا عملت فيه المربع الجراني بالتفاصيل الممله. بعد كده سلسله في الفراغ ده هعمل تلات عمويد واحد اتنين تلاته سلسله بعد كده هنا هعمل تلات عمويد سلسلتين تلات عمويد اللي هو الكورنر او المربع او الجانب بتاعي اللي عليه الدور اهو واحد اتنين تلاتة بعد كده سنسلة. هتلاحظوا ان احنا كل مرة هنزود معانا لغاية لما يكبر. هكمل السطر ده وارجع لكم تاني. ادي السطر بتاعي بعد ما خلص. بصوا لو تلاحظوا البداية بتاعتي مختفية خالص تحسوا ان كله شغال مع بعضه زي بالظبط شغل المكن. هبتدي زي ما احنا متفقين هناخد منزلقة ونخش في النص وهعمل الغرزة بتاعتي اللي عليها الدور هنا في الكورنر او في الاتجاه دوت
اهو 3 1 2 3. بعد كده سلسلتين نفس المكان هعمل 3 عواميد 1 2 3 سلسلة. بعد كده عندي هنا فراغ وعندي هنا فراغ. الفراغ ده والفراغ ده هعمل فيهم 3 عواميد 1 2 3. بعد كده ناخد سلسلتين عشان تريح معايا واقوم عامله 3 عواميد. طبعا مش قادره اقول لكم الخيط هعمل ازاي. 1 2 3 سلسلتين. بعد كده هنا في الكورنر هنعمل 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. فكره بقى في ايه؟ فكره ان انا هفضل شغاله كده تمام. 1 2 3 هفضل شغاله بالطريقه دي. هفضل شغاله كل زاويه هتقابلني فراغ من دول هعمل فيهم 3 عواميد. الزوايا الاربعه بتوعي هيتعمل فيهم نفس السنبله دي اللي هي عباره عن 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. طيب هشتغل قد ايه؟ هتطلعي 40 سطر، من 39 سطر ل 40 سطر. الاربعين سطر دول تقريبا هياخدوا منك كام بكرة؟ تقريبا 5 بكرات. 5 بكرات اللي حاجات بسيطة يعني. طيب احنا زي ما اتفقنا ان هو اصلا المربع بتاعنا كله هو الفكرة كلها في كده. احنا هنشتغل دلوقتي 1 سايز او 3 سايز او ممكن للناس اللي هم من مقاس سمول لغاية مقاس لارج، ده يعتبر بالنسبة لهم اللي هو الاوفر سايز اللي بيقولوا عليه. زي ما قلت لك هتشتغلي تقريبا 40 سطر او 39 سطر، ممكن تقللي ممكن تزودي زي ما انت ما عايزه. هياخد زي ما قلت لك ال 40 سطر تقريبا خدوا 5 بكرات بالابره مقاس 4. طبعا كل ما هتصغري الابره كل ما هتحتاجي خيط اكتر، كل ما هتكبري الابره كل ما الخيط معاكي هيقل شويه. هشتغل حبه كده حلوين هنا اهوت. هنعمل زي ما قلت لكم حاجه تبقى مقاس مصغر عشان الفيديو يجيبها كلها التصوير، وهرجع لكم تاني عشان نشوف بقى هنقفله ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما عملت كده حبه سطور حلوين. زي ما قلت لكم انتوا مش هتعملوا طبعا الحجم ده اكيد، يعني انتوا هتعملوا بالظبط من 39 سطر لغايه 40 سطر. بس انا عامه بفضل ال 40 ل 40 كان جاي مظبوط جدا معايا تمام. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ همشي الغرز بتاعتي من هنا اهوت اللي هم المنزلقه العاديه، وعملت اول عمود. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب ظهر الشغل بتاعي وهقوم قافله الشغل بتاعي بالمنظر ده نصين. انا وصلت هنا اهوت في النص وعملت اول عمود اللي المفروض بيتعمل معايا خالص عادي، وهقوم داخله في النص اللي من ورا وهقوم عامله فيها غرزه منزلقه ان انا هقفلها عادي خالص. بعد كده اهوت هاخد الخيط بتاعي وارجع تاني للشغل بتاعي من قدام اعمل 3 العمودين اللي فاضلين، فاصبح كده انا هنا معايا 3 عواميد. بعد كده هاخد سلسله وهطلع هنا في الفراغ اللي بعد كده اهوت وهقوم واخده فيه قفله منزلقه واخد سلسله. بعد كده اخد الخيط واخش في الفراغ اللي بعد كده اهوت من قدام وهعمل 3 عواميد 1 2 3، واقوم قافلاها في الفراغ اللي عليه الدور بس من ورا. انا هعمل كده وهقوم قافله طبعا بسلسله دوت. بالنسبه لي اهو لما هاجي هفتحها كده اهوت دي اللي هتحط فيها الكم بتاعي او الايد بتاعتي. فانا لما جيت عملتها في المقاس الكبير انا عملت اللهم صل على النبي سبت 5 عواميد. 5 عواميد حسيت ان هي كويسه، وحسيت ان هي جايه لي في نص المعصم يعني مش في ايديا، كانت بعد كوعي كده بحبه حلوين، فسبت 5 عواميد. طيب انا ال5 عواميد هسيبهم ازاي؟ بصوا كده اهوت هنا معايا لو جينا طبقنا الغرز دي مع بعضيها اللي ورا مع قدام هتلاقوا ان هنا هي ادي كده غرزه وادي كده غرزه. انا بقى سبت من دول 5 غرز بالظبط. بعد كده بعد ما قفلت هعمل ايه؟ انا كده خلاص قفلت المقاس بتاعي اللي انا عايزاه وهسيب الحته دي مفتوحه. هعمل 5 سطور علشان اطلع بالكم بتاعي. 5 سطور دول بيبقوا ازاي؟ زي ما انا كده ما انا قفلت اهو هاخد الخيط وهقوم داخله في اللي عليها الدور وهقوم عامله 3 عواميد بتوعي 1 2 3. بس بقى مش هقفل قدام، لا هاخد سلسلتين بعد كده هقوم لفه الشغل واللي عليها الدور اقوم عامله برده 3 عواميد
امشي عادي خالص غرزة الجيران العادية سلسلتين، بعد كده اللي عليها الدور كده، واحد اتنين تلاتة سلسلتين، بعد كده هقوم لف الشغل بتاعي في الحتة دي، هعمل برضو تلات عواميد، واحد اتنين تلاتة سلسلتين، وهقوم قافلة في اول عمود انا اشتغلت فيه خالص من قدام اهي. بعد كده ناخد منزلقة في منزلقة لغاية لما نوصل هنا، ونطلع البداية بتاعتنا خالص اللي هي اما اللي انا وريتها لكم دي، يا اما نطلع تلات سنيسل ونكمل الكم بتاعنا زي ما قلت لكم خمس سطور. طيب بعد الخمس سطور في عندك بقى كذا حل ممكنك تعمليه، انك تقفلي بغرزة بليسية عادية خالص، عمودين امامي عمودين خلفي عمودين امامي عمودين خلفي، وتطلعي بيها مثلا خمس سطور كمان، هتلاقي وصل معاك لغاية هنا. او انت حابة انك تخليه واسع زي ما هو، انت مش عايزة تعملي غرزة بليسي، هتفضلي شغالة بالغرزة بتاعتنا دي لغاية لما تجيبي الطول اللي انت عايزة. عايز تقفلي الكم ككم مقفول لغاية الاخر، تمام شغال مفيش اي مشاكل. مش حابة الكم ان يبقى مقفول لغاية الاخر، عايزاه يبقى واسع يعني نص مثلا كم او تلتين كم، برضو براحتك، دي بقى بتبقى واقفة ليكي. انا عامة في الكارديشن بتاعي انا قفلت لغاية الكم كله، عملت خمس سطور من الغرزة اللي انا بعملها دي اهي بالطريقة دي، اصبح ده الكم بتاعي. طبعا دوت اللي انا نفذته اهو، انا قفلت وجبت الكم بتاعي خمس سطور، بعد كده عملت غرزة البليسيه عمودين امامي عمودين خلفي عمودين امامي عمودين خلفي، وقفلتها بالطريقة دي الكمين. طيب انا بقى عملت ايه؟ جيت بعد كده قفلت بالغرزة دي كله من قدام. هعملها ازاي؟ تعالوا معايا عشان اوريكم بتتعمل ازاي. طبعا انا جيت هنا هو اتقفلت الناحية التانية عشان اقدر اشتغل معاكم. طبعا لما تيجوا تقفلوها هتلاقوها هي عاملة بالطريقة دي كده بالظبط اهي، تبقى جميلة قوي دي العروسة بتاعتي. طبعا ده الكم انا كملت هوت للنهاية، دوت لسه فاضل لي الكم انا ما عملتوش. ممكن كمان على فكرة تسيبيه كده عادي خالص ان هو يبقى جاي زي نص كم كده، برضه هيبقى حلو قوي. طيب دلوقتي بقى احنا نشتغل ازاي؟ بصي بقى هنعمل ايه. شايفين الكورنر اللي هنا والكورنر اللي هنا اللي احنا ربطناهم مع بعض بغرزة؟ هنخش في الكورنر ده، اي كورنر فيهم، وهنعمل سطر كامل. هطلع بس الاول البداية بتاعتي اهي، واحد اتنين تلاتة، بعد كده عمودين، واحد اتنين سلسلتين. مش هخش هنا، هخش في الكورنر اللي عليه الدور على طول، وهعمل تلات عواميد سلسلتين، بعد كده في كل فراغ تلات عواميد سلسلتين، واحد اتنين تلاتة سلسلتين. طبعا انت ممكن ما تعمليش خالص سطر التقفيل ده وتسيبيها كده زي ما انت عايزه، يعني زي ما انت عايزه، بس انا شفت ان التقفيل بصراحه كان مديها شكل اشيك شويه. ممكن تكتفي بالسطر ده، مش لازم تعملي السطرين اللي عليهم الدور خالص. هعمل كده لغايه الاخر وارجع لكم تاني عشان نشوف السطر اللي عليه الدور. خلصت السطر بتاعي كله وقفلت اهو، وطلعت فوق العمود الاولاني
بعمود تاني او ثلاث سناسل طبعا زي ما انت عايزه خالص، اللي هي ايا كانت الشغل. هعمل ايه؟ هعمل فوق كل عمود عمود كده. الفراغ هنعمل مره عمود واحد، بعد كده فوق كل عمود عمود، الفراغ ده انا عملت عمود واحد، الفراغ اللي بعديه هعمل عمودين، يبقى انا كده في كل فراغ مرة هعمل عمود مرة هعمل عمودين، حيث انها ما تبقاش مكشكشة قوي معايا وما تبقاش مشدودة قوي معايا، تبقى مريحة. تمام، هكمل السطر ده كله الاخر، وهنيجي بقى عشان اوريكم السطر التقفيل الاخير خالص. زي ما انتم شايفين كده خلاص خلصت السطر، هنيجي بقى لاخر سطر بالنسبة لنا. هنعمل ايه؟ انا قفلت في العمود، خدت غرزة واحدة بس، هطلع شوية بالخيط بتاعي، هلف الخيط على الابرة وهقوم عاملة غرزة امامية ان انا بلف حوالين العمود كله، واطلع اطير اتنين في اتنين. الغرزة اللي بعديها برضو امامية، بخش ما بين العمودين، اخد الخيط اشد الفوق واطير اتنين في اتنين. تمام، وبعد كده ممكن تعملي الغرزة الخلفية معاها، او معلش هنعمل الغرزة اللي انا عاملها في الجديد، هو انت ممكن تعملي اي غرزة انت عايزة. هنعمل غرزة خلفية اهو، هسحب من ورا العمود مش من قدام، بلف كده اهو واطلع الخيط كله من ورا. ماشي، اول واحدة دايما بتبقى صعبة شوية، واقوم مطيرة اتنين في اتنين. بعد كده اخد الخيط واخش من ورا العمود واقوم طالعة اطير اتنين في اتنين، ناخد الخيط خش من ورا واطير اتنين في اتنين بالطريقة دي، تعملي كده لغاية الاخر اهي من ورا العمود كده. بصي بقى بتبقى الغرزة عاملة ازاي معايا، بيبقى من ورا الغرزة الامامية وانا عاملة من هنا اهوت الغرزة الخلفية، فبيبقى الشكل بتاعها في النهاية في منتهى الشيك. بصوا عاملة ازاي، بصي بقى الغرزة عاملة ازاي معاكي، فبتبقى الحرف دوت او الكنار ده بيبقى جاي من قدام، بيبقى جميل قوي. ده كده الشغل بتاعنا بتاع النهاردة، الكورديشن بتاعنا او الجاكيت بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، واسيب لكم بقى شوية كده فيديوهات وصور في الاخر لشكله الاخير خالص في الليس، بيبقى بجد تحفة ازاي. بس ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايكات بقى كتير عشان نرفع الفيديو، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش لغاية دلوقتي. قولوا لي ايه رأيكم، اعمل عينات كده صغيرة يبين فيها الشغل، ولا نشتغل الشغل كله مع بعضينا احسن؟ هستنى رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وادوني لايكات حلوة، وهستنى تعليقاتكم ان شاء الله عشان نشوف هنعمل ايه التوتوريال الجاي. شكرا جدا لمتابعتكم.